خلينا نتكلم على موضوع ما بعد سن الأربعين. هو بصراحة سن الأربعين ده من يعني من الأوقات اللي بحصل تغيرات كتير للإنسان وفي جسمه عامة بعد سن الأربعين. طبعا هو تغير تدريجي، يعني هو مش بيحتفل بالبيرث داي بتاع الأربعين وبعد كده بيحصل. الفكرة كلها معدل الحرق بتاع الجسم بيبدأ يقل، نسبة ان هو يزيد في الوزن بتزيد، الهرمونات كلها بتتلخبط سواء في الرجالة، نسبة التستوستيرون بتبدأ تقل تدريجي، في الستات الاستروجين والبروجسترون بيبدأ يقل تدريجي لغاية ما توصل لفترة انقطاع الطمس، نسبة الحرق بتاعته بتقل، الكوليسترول ونسبة الدهون في الدم بتبدأ تزيد بشكل تدريجي، فده بيخليه عرضة اكتر ان هو يحصل له مشاكل. كل ده بيحصل من اول الاربعين يا دكتور؟ تدريجي، احنا بنقول ان هو تدريجي من الاربعين لخمسين لستين، وبتفرق على حسب الشخص اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. فده بيخلي مثلا ممكن الضغط يبدا يرتفع شويه، نسبه السكر الناس اللي عندهم خاصه سكر وراثي بتبدا تظهر في المرحله السنيه دي. فعلشان كده حاجه تانية، العادات السيئه زي التدخين والجانك فود والاكل الغلط وزياده الوزن والاهمال في صحتنا اللي بيستمر على مدار 10 20 سنه فاتوا بيبداوا يظهروا مشاكلهم والعواقب بتاعتهم بعد سن الأربعين. في واحد بيفضل يدخن يقول لك انا ما بحصليش حاجه، انا كويس اهو، انا بدخن عادي بقالي 20 سنه. احنا عندنا سكور بنحسبه في التدخين اللي هو حضرتك بتدخن كام سيجاره في اليوم في كام سنه، نضربهم في بعض يطلع السكور بتاعك 20 سيجاره في اليوم 20 سنه يبقى 400، ده رقم كبير. فيبدا المشاكل بتاعه التدخين تظهر سواء بقى بالنسبه للصدر او القلب او كده تظهر بعد سن الأربعين. وبرضه بنتكلم ان هو موضوع تدريجي وبتاثر بحاجات كتير، بس احنا الفكره ان احنا لازم بعد سن الأربعين ناخد بالنا من صحتنا شويه. حلو قوي. طب خلينا نتكلم بقى طبعا العادات اللي حضرتك بتقول عليها والفئات، ايه الفئات او اكتر فئات عرضه لامراض القلب؟ في كذا فئه كده احنا لازم نهايلايت عليهم كويس. اول حاجه ان امراض القلب والامراض المزمنه بشكل عام هي حاجه وراثيه، فالناس اللي عندهم عامل وراثي اللي هم عندهم في جيناتهم او في عائلتهم ضغط مبكر، السكر بيحصل مبكر، الناس اللي عندهم كذا حد في العيله حصل لهم مشاكل قلب احتاج يعمل قسطره جاله ذبحه او الناس دي لازم تاخد بالها من صحتها كويس، لان هم عرضه اكتر لحدوث المشاكل المزمنه او مشاكل القلب او مشاكل شرايين القلب اللي هي الوراثيه. المشاكل الوراثيه. الحاجه الثانيه الناس اللي بدا عندهم الامراض المزمنه دي من بدري شويه، يعني في ناس بتبدا عندها الضغط من الثلاثينات او السكر يبدا من العشرينات والثلاثينات، وده بقت ظاهره دلوقتي فعلا، ده موجود كتير جداً. ده موجود كتير، يعني احنا كان رواد عياداتنا زمان كلهم الحاج والحاجه الكبار، لا دلوقتي شباب كتير الضغط بيبدا يجي بدري، السكر وهكذا. الناس دول برضو بيبقى عرضه اكتر ان هم يحصل لهم مضاعفات. وطبعا الضغط والسكر مش مجرد تظبيط رقم، لا احنا بنبص بعد 10 سنين هتبقى عامل ازاي. فواحد يقول لي انا الضغط 150 اوكي ده كويس، لا هو مش كويس، هو دلوقتي كويس وانت مش حاسس بيه، لكن مع الوقت هيبدا يعمل مشاكل. الناس الفئه الثالثه اللي هم عندهم عادات سيئه قديمه زي التدخين بقى له كتير، ان هو الناس اللي عندهم اوفر ويت قوي وزنهم كبير ومش بيهتم خالص ان هو يمارس رياضه او يتمشى او يحرك جسمه او يخس، بيبدا برضو ان احنا لازم نفوكس عليهم شويه في الفتره دي. وبشكل عام بقى ان الفكره كلها ان لازم بعد سن الأربعين الناس تبدا تهتم ان هي تراعي صحتها شويه وتراعي جسمها شويه، تبدا تعمل تشيك اب، تدور ضغطها بيعلى ولا لا، تدور على نسبه الكوليسترول بيعلى ولا لا وهكذا. يعني اذا احسن نصيحه ان بعد سن الأربعين يبتدوا طبعا بجانب انهم يهتموا بالصحه اكتر، واحنا دايما بنصح طبعا ان احنا نهتم بصحتنا وكل حاجه، مع ان انا مقصره في الرياضه شويه مع انها مهمه جدا 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 ومن اساس الحاجات اللي فعلا قاسوا عليها ان عمر الانسان على كل ساعة رياضة يعيش 3 ساعات أزيد. يعني طبعا ده كل الأعمار بإيد ربنا، ولكن علميا بيقيسوها يعني قد إيه صحة الإنسان بتتأثر إيجابي جدا من الرياضة. طبعا فإذا بعد سن الأربعين لازم مهم الواحد بجانب طبعا اللايف ستايل الصح إن الواحد لازم يكشف بشكل دوري، صح كده؟ أكيد الكشف الدوري بيكتشف الامراض المزمنه دي من بدري. في ناس كتير متخيله ان الضغط ده لازم يبقى معاه صداع او مش لازم خالص، بالعكس ان الضغط مرض صامت. وفي ناس كتير بيكتشفه بالصدفه لو هو مثلا الحملات بتاعت الصحه العامه دي بيقيس ضغطه لقيه عالي، او داخل يعمل عمليه لقى ضغطه عالي فجاه هو ما يعرفش. فالتشيك اب دوري سواء كل سنه حتى، يعني يقيس ضغط يقيس السكر. الكوليسترول ده في ناس متخيله برضو ان الكوليسترول ده حاجه لها اعراض، يقول انا بحس باجهاد عشان الكوليسترول عالي. لا ده طبعا غلط، هو الكوليسترول رقم بيبدا يتزايد تدريجيا وبيبدا يترسب على جدار الشرايين لغايه ما يعمل مشاكل فجاه. ده الشريان بيبدا يضيق، هو طول ما هو القلب متحمل ان الشريان ده يضيق 50% 60%، لكن اول ما يوصل 70 80% خلاص يعتبر الشريان ده مقفول،
فيحصل مصيبه فجاه ان هو ذبحه او جلطه او لا قدر الله. فالحاجات دي من بدري بنكتشفها في الميديكال تشيك اب الدوري. وبقى في اجهزه كتير قوي احنا نقدر نتعامل بها في الموضوع ده، يعني نقدر نكتشف الاكتشاف المبكر لامراض القلب زي رسم قلب مكهود، رسم القلب العادي. احنا عندنا بنهتم قوي ان احنا كل الاجهزة تبقى موجوده. في ناس كتير كانت بتشتكي ان بيجي لها ضربات قلب ملخبطه، انا بيجي لي ضربات قلب سريعه فجاه وتختفي، نعمل له اي سي جي او رسم قلب في العياده ده كويس ما فيش فيه حاجه. لا، هو بيجي له اتاكس ما بيلحقش تتسجل، فبقى في اجهزه تقدر تسجل ضربات القلب في بيت زي الهولتر. فالحاجات دي كلها اتطورت قوي ان احنا نقدر من بدري نكتشف الامراض دي